السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. في عقب اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، تأكيد على أن اقتراحات الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود إلى وضعية نظامية. ونساء الدرك الملكي في اليوم العالمي للمرأة، مهام متعددة بكفاءة عالية وحضور في شتى الاختصاصات خدمة لمصلحة الوطن. حاملة الطائرة المروحية الفرنسية ميستغال ترسو في ميناء أكادير على إثر قيامها بمهمة في عرض المياه الأطلسية المقابلة لبعض بلدان غرب إفريقيا. والفيلم الوثائقي نبض الأبطال يفوز بالجائزة الكبرى للفيلم الطويل في ختام الدورة 20 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة. أهلا بكم. تستهل نشرة ببرقية تعزية ومواساة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فخامة السيدة سهلي وورك زيودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك إثر حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية خلف العديد من الضحايا. جلالته أعرب في هذه البرقية عن أحر تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وللشعب الإثيوبي الشقيق في هذا المصاب المفجع. وقد أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن مغربيين يوجدان من بين ضحايا حادث تحطم الطائرة. وفي أعقاب هذا الحادث قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بإحداث خلية أزمة على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية قصد تتبع الوضع بمعية السلطات الإثيوبية. الطائرة التابعة للخطوط الإثيوبية تحطمت بعد إقلاعها بدقائق من أديس أبابا في طريقها إلى نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 157. عبد الوهاب كاراتي. بعد 6 دقائق على إقلاعها من مطار أديس أبابا، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قرب بلدة بيتشوفو على بعد 60 كيلومتر جنوب شرق أديس أبابا، ولم ينجو أي شخص من ركاب الطائرة 149 وأفراد طاقمها 8، باستثناء هذا الشخص الذي أتى متأخرا بعض الشيء عن رحلته. عندما وصلت المطار أخبروني أن الطائرة قد أقلعت وأنه علي انتظار الرحلة القادمة. وكان الطيار قد أبلغ سلطات مطار أديس أبابا أنه يواجه صعوبات ويريد العودة، وقال رئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بأن الطيار حصل على إذن العودة إلى مطار العاصمة قبل تحطم الطائرة، وينتمي الضحايا إلى العديد من دول العالم. أكرر، هناك على الأقل 35 جنسية، لكن للأسف أكبر عدد للضحايا هم الكينيون ب 32 ضحية. وتعود آخر كارثة جوية تعرضت لها طائرة ركاب إثيوبية إلى عام 2010 عندما انفجرت طائرة عقب إقلاعها من لبنان، ما أسفر عن مقتل 83 راكبا و7 من أفراد طاقمها. وفي الرباط عقد أمس اجتماع بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل القطاع، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. بلاغ الوزارة. بتوجيهات من رئيس الحكومة وخلال اجتماع عقده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن مقترحات الحكومة تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات والتنصيص على مجموعة من الحقوق وأيضا المصادقة على التعديلات. اقتراحات حسب بلاغ الوزارة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي على الخصوص التخلي عن النظام التعاقد وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لك
لكون التعاقد لم يعد معتمدا ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين. وبخصوص حالة العجز الصحي، تتضمن المقترحات الحكومية تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية، والنجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة الثانية من الدرجة الثانية من السلم العاشر مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية. أما المحور الثاني فيشمل على الخصوص التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، على إمكانية الترشيح وفق الشروط المطلوبة لاجتياز مباراة التبريز، وكذا الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية واجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي. وفيما يرتبط بتقلد مناصب المسؤولية، تتضمن المقترحات فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أمزازي حسب البلاغ على أنه ستتم المصادقة على تعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال، كما تم التأكيد على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد. في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، بشرت السلطات المغربية المختصة اليوم ترحيل مجموعة تضم 8 مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم أن هذه العملية التي تكتسي طابعا إنسانيا مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان، وسيخضع المرحلون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الاحتفال بالمرأة ما زال متواصلا، ومن مجال لآخر تبرز كفاءات أسهمت وتسهم بمهنية ومسؤولية في بناء الوطن. نعود اليوم لنتابع جانبا آخر من خدمات يقدمها العنصر النسوي داخل جهاز الدرك الملكي. زكية بلقاس. المرأة في صفوف الدرك الملكي تعنى بالدرجة الأولى بتقديم المساعدة الاجتماعية للأسر من أطفال ونساء. فبإقامة الدرك الملكي بالصالة الجديدة تقوم اليوتنو كولونيل سناء الرشوي بإدارة شؤون هذه الإقامة بعد أن قضت 30 سنة في مهام عديدة خبرت فيها دواليب العمل الاجتماعي. وتشمل الإقامة مجموعة من المرافق التي أقوم بتسييرها من أجل خلق فضاء مريح وسليم للساكنة التي تتضمن الدركيين وأسرهم. المثابرة والاجتهاد مكن المرأة من اقتحام مجالات متخصصة أكدت فيها حضورها وكفاءتها، كما هو الحال بمعهد الأبحاث الجنائية. يهتم قسم آثار التكنولوجيا الحديثة بإجراء الخبرة على جميع أنواع العينات الرقمية، وذلك من أجل استخراج محتواها واسترجاع الملفات المحذوفة. إدارة وتأمين نظم المعلومات مهمة تتطلب مهارات عالية. سمح زناتي مهندسة في هذا الميدان، وهي مسؤولة عن قسم المعلومات بالدرك الملكي. بهذه المناسبة أعبر عن امتناني للقيادة العليا للدرك الملكي على ثقتها في الكفاءات النسوية، وكذلك على توفيرها للظروف الملائمة لتطوير هذه الكفاءات. نساء تختلف مواقعهن وتتباين اختصاصاتهن، نساء يعملن في صفوف الدرك الملكي ويلتقين عند نفس الهدف، خدمة الوطن على الوجه الأكمل.
التطوع عنوان العمل الاجتماعي، وحين يتعلق الأمر بإنقاذ حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب فالأمر يتطلب نفسا وجهدا مضاعفين. أمينة سميمن مساعدة اجتماعية ومستشارة لمنظمة دولية نظرت حياتها لخدمة المرضى الصغار داخل مستشفى ابن سينا. زكية بلقاس، حمزة السايح، ويوسف الشرقي. خطواتها سريعة ونبض قلبها يستمد قوته من خفقات قلوب المرضى الصغار الذين جاءوا إلى مستشفى الأطفال طمعا في العلاج. هي أمينة سميمن المساعدة الاجتماعية التي يكن لها الجميع الود والاحترام. أمينة راكمت أزيد من 40 سنة من العمل داخل المستشفى، المكان الذي تزوره اليوم كمستشارة لمنظمة أرض البشر للتشاور بخصوص ملفات الأطفال الذين تتكفل المنظمة بإجراء عمليات جراحية لهم. وليتي يمرض له ولده كونوا على يقين، وخا تكون عنده المادة كيف ما كانت تيكون في حالة هشة، وأي واحد هضر معه، أي واحد استمع ليه، اي واحد ساندو عمره ما كينساه. وانا الفرحه اللي عندي هو في المغرب كله ومام وحتى خارج المغرب، كنمشي فين اي دوار مشيت ليه كنلقى شي واحد اللي كيعرفني. في كل خطوه تحيه، ابتسامه ونسمه امل تبعتها امينه في نفوس الاسر التي تامل في اسعاف اطفالها المصابين بامراض القلب. اسر هي في الغالب فقيره وامكانيتها لا تسمح باجراء عمليات جراحيه باهظه الثمن. تفاني أمينة في عملها الاجتماعي تشهد به الأطر الطبية التي تتقاسم معها رغبة الانتصار على المرض، وهي كتساعدنا بزاف بالنسبة لهاد الأطفال لأنها تديرهم ديك لونكيت سوسيال من ناحية اجتماعية، وعندها واحد تجربة كبيرة يعني كتعرف كيفاش تتعامل مع هاد الأطفال، كيفاش تدوي، لأن الآباء تيكونوا شوية مخلوعين من العملية وهذا معاه في الخارج وهذا. أمينة وجدت في منظمة أرض لكل البشر فضاء للتضامن ولنشر قيم تربت عليها وآمنت بها، قيم تحاول اليوم زرعها في قلوب الشباب الذين اختاروا العمل الاجتماعي كمهنة. ونبغي نعطي لأي شاب بغي يخدم في العمل الاجتماعي هو احترام الإنسان. الخدمة ديالنا مبنية على الاحترام. الإنسان اللي كيدخل لهذا المكتب ولا كنتلقاه في أي بلاصة اون لوي دو لو ريسبي، احترام. ثاني حاجه الحق في العلاج، ما كنصدقوش عليه، خصو يحس به. وهذا باش كيعرفوا بالحوار ديالنا المهني، الحوار للمساعده. ما يمكنش ما تصوبهاش الحوت، هذيك هي اللي غتعاونها باش ما تبقاش هكا. كي غنديروا لها اش دابا انت يمكن لك دير لك هكا فشي كرشي حاجه تمشي. حرص على تتبع حالات الأطفال المصابين بأمراض القلب لم تنل منه السنوات. أمينة كانت أمينة على حياة الأطفال طيلة عقود، وهي اليوم تحيا على أمل إنقاذ ونجاة المزيد من الأطفال. إلى بلجيكا، حيث تكريم عدد من أفراد الجالية المغربية المتحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، حفل نظمته سفارة المغرب في إطار لقاءاتها التواصلية. خديجة جمالي والحسن الولي. لقاء تواصلي مع أعضاء الجالية المغربية المتحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة شكل مناسبة للإشادة بالانتصارات الدبلوماسية والقانونية التي تم تحقيقها بفضل جهود المغرب دفاعا عن وحدته الترابية. الهدف من هذا اللقاء هو رسالة مدى تشبث الصحراويين بملكهم وبمغربهم وكذا ارتباطهم بالمغرب كبلد. والحمد لله قد تم حضور عمدة مدينة خيل والسفير المغربي بالأراضي البلجيكية. لقاء بين مختلف أجيال الجالية المغربية شكل خلاله التكريم محطة عرفان وتقدير لعائلات من الأقاليم الجنوبية للمملكة ضحى أقرباؤها وآباؤها بحياتهم دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وتوابت وقيم الأمة. فرصة لتكريم بعض الرواد الذين قدموا خدمات جليلة للجالية ولكن دافعوا كذلك بشراسة عن مصالح المغرب، وفيه إشارة أيضا للأجيال الصاعدة.
اللقاء الذي تميز بمشاركة رئيسة بلدية خيل البلجيكية شكل مناسبة للتواصل مع شباب الجيل الثاني والثالث وحثهم على التشبث بقيم بلدهم مع الانفتاح على المجتمع البلجيكي. وفي دوسلدورف الألمانية، الاحتفالية باليوم العالمي للمرأة اتخذت شعارا المرأة المغربية في قلب دينامية الإصلاحات الدستورية والقانونية. مراسلة وصل إمغري وسامر بركة. حضور متميز للجالية المغربية بمدينة دوسلدورف الألمانية احتفاء باليوم العالمي للمرأة. التظاهرة كانت مناسبة لتسليط الضوء على العديد من المكتسبات والإصلاحات الدستورية والسياسية والقانونية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل النهوض بوضعية المرأة وتقوية حضورها في المشهد السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي وتمكينها من تبوء مناصب عليا في جميع الميادين. المغربية بدوسلدورف وبولاية ويستفاليا الشمالية يعتبر تقليد سنوي، دائبة القنصلية دائما على الاحتفاء به، وهو كيشكل مناسبة لتسليط الضوء على بعض الإصلاحات الجوهرية اللي كانت تهدف للترقية والنهوض بوضعية المرأة على جميع المستويات. مدخلات قدمتها كفاءات نسائية مغربية استطعن بنضالهن تبوء مكانة مرموقة بين الجاليات المتواجدة بالديار الألمانية، لتأتي بعد ذلك لحظة تكريمهن كل واحدة حسب اختصاصها. الميزة التي تطبع هذا اليوم بالذات هو احتفال مغربيات ألمانيا، وهذه فرصة طيبة للالتقاء بوجوه نعرفها من كفاءات مغربية، أيضا تعرف على وجوه أخرى ناشطة في المجال الجمعوي أو كفاءات عليا. خلال مداخلتي اليوم حول تمكين المرأة المغربية في المغرب أشرت إلى مجموعة حقوق التي وصلت لها إلى المرأة وتمكينها في الحياة العامة في المجال السياسي المجال الاجتماعي الاقتصادي. حنيت بزاف لهذه المناسبة اللي عطونا فرصة الحضور وعطونا فرصة يشكرونا ماشي حنا يشكروا المرأة المغربية في أي مكان كانت، في الألمان خارج الألمان في المغرب، ويعطيو لها الفرصة حتى هي يكبروا بها. كنتمناو للمرأة المغربية مزيد من التألق مزيد من التفوق في جميع المجالات، والحمد لله كنشوفوا هذا الشيء جلي هنا بألمانيا، حيث أن حضور المرأة المغربية خاصة يعني عندها واحد الحضور اللي هو مهم جدا، حيث أنها كتلقاها في جميع المجالات، محامية حتى في الصحافة في التدريس. فقرة الفكاهية تخللت هذه الاحتفالية التي تدخل ضمن سلسلة الملتقيات التي تسهر على تنظيمها القنصلية المغربية بدوسلدورف والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، كجسر تواصل بين الجالية المغربية المقيمة بألمانيا وبلدهم الأصلي المغرب. شرق أوسطيا، استشهد مواطن فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية. يتزامن ذلك وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن عملية واسعة النطاق في قطاع غزة بعد أن باتت المواجهات شبه يومية بين سلطات الاحتلال والفلسطينيين. في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة للولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قررت السلطات تقديم موعد عطلة الربيع وتمديدها لعشرة أيام إضافية في الجامعات، خطوة وصفها المراقبون بمحاولة للحد من زخم الاحتجاجات الطلابية وتخفيف التوترات السياسية والمظاهرات الغاضبة التي تشهدها البلاد. يوم ثالث يعيشه الفنزويليون في ظل انقطاع شامل للتيار الكهربائي الذي تسبب حتى الآن بوفاة 15 مريضا على الأقل في المستشفيات، ما فاقم من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. مريم عفير. الأوضاع في فنزويلا تراوح مكانها، أزمة سياسية وأخرى اقتصادية تضيقان الخناق يوما بعد يوم على النظام.
هذه الأزمة تفاقمت بعد انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي، ما أغرق البلاد في الظلام وتسبب في وفاة 15 مريضا على الأقل مصابين بأمراض الكلي، توفوا خلال 48 ساعة، لأن 95% من وحدات غسل الكلي توقفت عن العمل لانقطاع التيار الكهربائي. وتقول الحكومة إن العطل الذي استهدف محطة جوري لتوليد الطاقة الكهربائية سببه هجوم إلكتروني شل الحركة في البلاد، ووصفته بغير المسبوق من حيث اتساعه ومدته. وإثر ذلك أغلقت المدارس والمتاجر والمكاتب أبوابها، وشلت حركة النقل، وعلق مئات الركاب في المطارات بعد إلغاء رحلاتهم. وبسبب انقطاع الكهرباء أيضا فسدت المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وتوفر هذه الأزمة أرضية جديدة للنزاع بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والرئيس بالنيابة خوان غوايدو الذي اعترفت به حوالي 50 دولة. الأخير دعا أمس إلى مسيرة وطنية في العاصمة لدفع مادورو إلى مغادرة السلطة. في الخبر الوطني، رست في ميناء أغادير السفينة الحربية الفرنسية ميسترال، وذلك على إثر قيامها بمهمة في عرض المياه الأطلسية المقابلة لبعض بلدان غرب إفريقيا، توقف يندرج في إطار التعاون بين البحرية الملكية المغربية والبحرية الوطنية الفرنسية. حاجب التامك ومحمد شكير. بميناء أغادير رست سفينة عسكرية فرنسية ميسترال طولها ب199 مترا والعرض ب32 مترا. أفراد الطاقم يتكون من 200 شخص، وتتسع لحمل 16 مروحية، وتسمح بإقلاع 6 مروحيات في آن واحد. هذا التعاون غني، فهو يدخل في إطار تكوين يتم خلاله تبادل الخبرات. فالبحرية الملكية المغربية والبحرية الفرنسية تربطهما شراكة على مستوى المدارس البحرية عبر تكوين الضباط وطواقم بحرية في مراكز للتكوين. Des écoles de formation des officiers mariniers et des équipages qui ont un partenariat. Et à l'avant. هذه السفينة الفرنسية ميسترال تتوفر على وحدة استشفائية مجهزة ب 69 سريرا وقاعات للجراحة وقاعة للكشف بالأجهزة، إلى جانب أنها واحدة من أهم السفن بفرنسا من حيث الآليات والمعدات العسكرية. Donc cette coopération elle est très très riche et puis التعاون بين البحرية الملكية المغربية والبحرية الفرنسية يتعزز بشكل كبير، فنحن نقوم بعملية مشتركة بهدف المساهمة في تحسين الأمن البحري. Dans le but de contribuer à l'amélioration de la sécurité maritime. للإشارة، فإن سفينة ميسترال الفرنسية قادمة من تدريب في المياه الأطلسية المحادية لبعض دول غرب إفريقيا، ورست بميناء أغادير منذ السابع من هذا الشهر في إطار تحسين وتنمية القدرات في مجال الأمن البحري. سوء الأحوال الجوية الذي شهدته الصويرة مؤخرا أدى إلى توقف حركة الصيد بميناء المدينة، فترة استغلها الصيادون للقيام بالإصلاحات اللازمة. في المتابعة سكين إدريسي وعبد غني التراوي. مد وجزر يعيشه بحارة مدينة الصويرة بسبب سوء الأحوال الجوية، ولأن حركة الملاحة تعرف ارتباكا، عدد من ممتهني الصيد البحري اضطروا إلى إيقاف نشاطهم وانتظار استقرار الرياح ودنو الأمواج من أجل استئناف العمل. الصويرة فيها أربعة شهور لمزيانين، من شهر ستة إلى شهر تسعود، عندك شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة يخرج هذا مارس كاع خيب، على حساب المزلة كيكون فيه الشرقية هنا كثير والبحر. مريحين دابا مع المنازل ومع صويرة التمييز بهذا الريح، مدينة الرياح، وهاد الوقت دابا تنريحوا حنا دابا تنخدموا مره في السيمانه جوج مرات في السيمانه، داكشي ما يكفيناش. ترقب احوال الطقس لا يتم عبر الانتظار فقط، معظم البحاره ينشغلون في اشياء اخرى ويعتبرون هذه الفتره فرصه لمراقبه مراكب الصيد وصيانتها وضبط الاجراءات القانونيه المتعلقه بها. الماتيريال ممكن البحار كيصوبوا من هذا الشهر لهذا الشهر، عاده كيكونترولي الماتيريال ديالو واش خاصو واش ضاع ليه واش باقي عنده، وكيشوف اللي عنده في البحريه ديالو اللي عنده شي ما يقضي بحال الفاكونس ديالهم هو هذا الشهر هذا. نقوموا باصلاح ديالهم الخياطه ديالهم، وبنفس الوقت كيكونوا البحاره مرتاحين
والماتيريان كيكون مرتاح والحوت تاهو في البحر كيكون مرتاح. من بعد فاش يطيح البحر وكيكون الموج طايح والبحر طايح كيعاودوا البحر يستأنفوا الاعمال ديالهم. 153 كيلومترا هي الواجهة البحرية التي تتوفر عليها مدينة الصويرة، واجهة معروفة بثرواتها السمكية، ما يجعل قطاع الصيد البحري يحتل مكانة مهمة في النسيج السوسيو اقتصادي للمدينة، قطاع يشغل أزيد من 5700 شخص. ونعود لأجواء الاحتفال بعيد المرأة، وهذه المرة ضمن المبادرات الحزبية. حفل تكريم نظمه حزب الشورى والاستقلال في الرباط لمجموعة من النساء المتميزات في مجالات مختلفة. عماد أمسمير وعبد الهادي سكيوي. حزب الشورى والاستقلال يحتفي بالمرأة المغربية في عيدها الأممي. الأمين العام للحزب أكد خلال مداخلته على افتخاره بما حققته المرأة المغربية من إنجازات ومكاسب وتبوئها للعديد من المناصب في مجالات مختلفة ومساهمتها إلى جانب الرجل في تحقيق التنمية ببلادنا. نحتفي اليوم بالمرأة المغربية في عيدها العالمي، وأن نقول هذا عرب اعتراف وامتنان للمرأة المغربية وما تحقق وما زال تحقق من إنجازات في شتى الميادين في عهد جلالة الملك، ونقول لها مزيدا من التألق ومزيد إن شاء الله من الرفعة. الاحتفال تخلله تكريم لنساء الحزب اعترافا بخدماتهن في تأطير المرأة المغربية إلى جانب نساء فاعلات في المجتمع في مجالات مختلفة. نحن نشارك كل من يعمل ويجتهد على تمكين المرأة من ممارسة الحقوق المشروعة لها في مسار النماء والتنمية. المرأة المغربية هي الآن في مرحلة متقدمة من النضال. اللقاء كان مناسبة أيضا لاستعراض المكتسبات التي راكمتها النضالات النسوية في قضايا المرأة، مع التأكيد على أولوية قضايا المرأة في أجندة حزب الشورى والاستقلال. نبقى في الرباط، حيث نظم حزب البيئة والتنمية المستدامة لقاء وطنيا للاحتفال بالمرأة المغربية في عيدها الأممي. عودة إلى عمد مسمير ونورد صابر. احتفاء حزب البيئة والتنمية المستدامة باليوم العالمي للمرأة مناسبة لاستشراف آفاق منصفة للنساء وتفعيل مبدأ المساواة وتقييم المكتسبات باعتبار قضايا المرأة قضايا مركزية ضمن أولويات الحزب. لقاء وطني هام لتحية المرأة المغربية على نضالاتها المصممة وصمودها اليومي من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. مناسبة أيضا للحديث عندما لا زالوا تعاني منه المرأة المغربية من تحرش وعنف وتمييز. مناسبة أيضا للمطالبة الحكومة بمراجعة كل القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة المغربية. مختلف التدخلات أجمعت على ضرورة وضع خطة عمل واضحة المعالم لتفعيل أهداف التنمية المستدامة وإدراج مقاربة النوع في سياسات الاستهداف الاجتماعي. المرأة بالنسبة للحزب البيئة والتنمية المستدامة في قلب الاهتمامات ديالها منذ التأسيس، لأنه يعتبر حزب نسائي بالدرجة الأولى، ومن يعني الأمور الأساسية بالنسبة للحزب هو أن تصل المرأة إلى مركز القرار. الاحتفال بالعيد الأممي للمرأة فرصة لحزب البيئة والتنمية المستدامة للتأكيد على أن قضايا المرأة جزء لا يتجزأ من أولويات الحزب، وأيضا الاعتراف بتميز المرأة المغربية وإسهاماتها في مختلف المجالات ببلادنا. وفي طنجة كان الاحتفاء بالمرأة الإعلامية. مبادرة لبيت الصحافة وقفت عند مسارات متميزة في رحاب مهنة المتاعب. أنيسة بومهدي وسعيد نجح. التفاتة نبيلة في حق إعلاميات بصمنا بتميز مسارهن الإعلامي في مختلف المنابر الصحافية الوطنية. التفاتة جاءت من بيت الصحافة الذي أبى إلا أن يرد الاعتبار لجيل من الإعلاميات ممن قضينا سنوات عديدة في مهنة المتاعب، على رأسهن عميدة الإعلام المغربي فاطمة تم تكريمها في هذه اللمة جميلة اللي كانت ديال هاد الصحفيات المبدعات القويات المناضلات اللي كلهم دلوا بهذيك الشهادات اللي كانت في حقي، شهادات اللي هي خجلتني ولقيت انها كثيرة، ولكن ملأتني بالفخر الانتمائي لهذا الجنس هذا
وانتمائي لهذه المهنة هذه. احتفاء اليوم بوحدة من أعمدة الإعلام المغربي، مدرسة إعلامية حقيقية اللي هي الغالية والعزيزة على قلوبنا فاطمة لوكيلي مسار غني، وكما قلت مدرسة سواء لي أنا أو عدد من الزبيلات. لحظة جد مؤثرة إذ يتم تكريم أيقونة من أيقونة الصحافة المغربية الصحفية فاطمة لوكيلي إلى جانب مسارات صحفية نسائية متعددة لها بصمتها كل في مجاله. أهمية الحدث تتجسد في جمع شمل صحفيات مغربيات في لحظة راقية حضرتها العديد من الوجوه الفكرية والإعلامية التي ثمنت عاليا الخدمة الجليلة التي أسدتها كل المحتفى بهن. تقاطعات نسائية بارزة جدا في المشهد الإعلامي المغربي، تم الاحتفاء بواحدة من العلامات السامقة الشامخة في أربع عقود الأخيرة الإعلامية الكبيرة، فاطمة لوكيلي التي كانت مرجعية إعلامية مهنية بحق لتعاقب الأجيال على الميكروفون وعلى شاشة التلفزيون. تكريمات ستبقى إذن شاهدة على مسار مهني مليء بالعطاء والإسهامات البارزة في المشهد الإعلامي المغربي. والاحتفاء بالمرأة عنوانه أيضا المجتمع المدني. في شفشاون اختتمت فعالية الملتقى الوطني للنساء المبدعات في نسخته الثالثة، وخلالها تكريم لنساء متألقات. فن الشاكر العلوي وعبد علي قنوني. رقي الوجدان في حضرة الشعر والألوان، شعار ثالث دورات الملتقى الوطني للنساء المبدعات المنظم هذه السنة بشفشاون، وبرنامج فني غني ومنوع يحتفي بالمرأة في عيدها من طرف جمعية أضواء النساء الفنانات المغربيات. حاضرة ككل امرأة، أولا حق وثانيا واجب. حق كامرأة، من حق نحتفل بهذا اليوم، وواجب كامرأة أنني نكون مناضلة ونكون في هذا اليوم حاضرة. اليوم هو بحل تقولي يعني تسليط الأضواء على بعض الأشياء اللي حققناها وعلى بعض الأشياء اللي بقى ما تحققتش. احتفالية المرأة بالمرأة المبدعة من الجوهرة الزرقاء جمعت ما بين فن الحضرة التراثي والشعر عبر مزيج فرجوي، زادته جمعية أضواء النساء الفنانات المغربيات تميزا بتكريم سيدة تدعم التجارب النسائية المتميزة فاستحقت لقب سيدة المتألقات، إنها الإعلامية أسماء بن فاسي. خسريناها لأنها بدورها كتبحث وكتنقب على النساء المغربيات متميزات في جميع المجالات اللي كتحاول تبين القدرات ديالهم والشجاعة ديالهم في بزاف ديال المدن أنهم كيبرزوا الوجود ديالهم. هذا التكريم أعتبره تتويجا لكل النساء المغربيات وأيضا لكل الإعلاميات الألمعيات، وأهدي هذا التكريم إلى فريق عمل متألقات وأيضا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي حضرة شفشاون في عيد المرأة، فن الحضرة النسائية إبداع فني آخر يبرز غنى التواجد النسائي بالمجال الفني. ومن المرأة الشاعرة إلى الفنانة إلى الإعلامية تتعدد مجالات الإبداع. اللحظة نتوقف مع المرأة الرياضية لنتعرف على سر تألق أسماء ظاهر بطلة العالم السابقة في رياضة السامبو. مسار حافل خطت معالمه بنجاح إلى جانب انشغالاتها الأسرية والمهنية. خالد أزدون ومحمد العروي. ابتسامة دائمة تخفي وراءها قوة كبيرة، جعلت من نفسها كوكبا تدور حوله كل نجوم رياضة السامبو. حزامها دائم الجاهزية ومستعدة في كل وقت لإسقاط خصومها. وسط البساط لا يحكمها إلا الفوز. أسقطت أسماء كبيرة وتوجت ببطولة العالم، ولم يمنعها عن اللقب الأولمبي إلا غياب السامبو عن الرياضة الأولمبية آنذاك. كنتمنى الحلم واحد انني نشارك في لي جوز اولمبيك. مالوغوزمون سامبو يعني ما عاد مؤخرا الحمد لله هو يعني ولا اولمبيك، فما حرفناش حد. كنشوفوا هاد الوليدات ان شاء الله نشوفوهم فيهم داكشي اللي حنا اللي ما قدرناش نوصلوا له.
أسماء الظاهر فخر لكل العائلة. فتحت باب المجد في صامبو بعشر بطولات مغربية وأربع إفريقية. نشأت وسط عائلة تتنفس الرياضة، فكانت الدعم والسند من كبيرها لصغيرها. دونك الحمد لله حنا انا من الصغر ديالي يعني عشت في واحد العائله رياضيه، كان الاب الله يرحمه دونك رياضي، خوتي يعني الاخوان ديالي رياضيين، فالحمد لله من الصغر ما كانش عندي مشكل يعني في المنزل، الحمد لله كنا كنعيشوا اجواء رياضيه 100%. جلسة شاي عائلية غالبا ما تكون فرصة لأسماء وأفراد عائلتها ممن حضر في استرجاع ذكريات بطولية منذ طفولتها. عالمية وقلبها طيب وكدير خير بزاف، فتعامل الناس بمعاملة حسنة، وفين ما راه شي مرض هي كتمشي كتقابلو أي واحد مهما كان، وكغاتوي بلا فلوس بلا والو، حق الله مكانش هاد الشهادة لله. إنجازات بطولة العالم في اسطنبول لم تكن لتأتي على حساب أسماء الدكتورة المتخصصة في طب الطوارئ، دون أن ننسى واجبها العائلي في المقام الأول. كما كتعرفوا دونك كما قلتي لو دومين ديالنا عامر بلو ستريس يعني دونك، وزيادة على ذلك خصك تقابل الدار ديالك، الزوج ديالك، الوليدات ديالك، عاد زيادة على الرياضة. فأنا الرياضة يمكن بالنسبة لي هي غادي نقول هو الاكسجين ديالي صراحه. انا بوما هذاك الرياضه هي اللي كتخليني اني نقاوم هاد الظروف يعني ديال الستريس، هاد المشاكل ديال الحياه اليوميه كما تنقولوا، لا بالنسبه للخدمه لا بالنسبه في المنزل. مرت السنوات على انجازات كبيره، جاء الدور اليوم على اعطاء المشعل لابطال جدد. فرصات بعد ذلك ان تمر لعالم التدريب كنافذه تحمل تحديات جديده. اعطتنا المعنى الحقيقي ديال شنو سبور، شنو معنى الكفاح، الصبر، المنافسه، شنو تخرج داك لي ديفي ديالك، شنو صراحه لي غيف ديالي ما كرهتش نكون بطلة العالم، وعلاش لا ما نشاركش في جوز اولمبيك. حنا الرياضه كلها اخلاق كما تتعرفوا، فكنحاولوا نزرعوا فيهم يعني داك الاحترام، داك الاحترام الاخر، احترام الاستاذ لادفيرسير، التعاون، داك لونطريد بيناتهم، تيكون ليسبري ديكيب كما تتعرفوا. وهذا الشيء شاهدناه في الوليدات يعني اللي جاو في الاول، فهذا الشيء كان هذا باش يعني الحياه اليوميه راه هي هذه، خاص الاحترام، خاص المساعده، خاص التواضع، خاص بزاف ديال الأشياء اللي كتكن في الرياضة بصفة عامة وخاصة في فنون الحرب. لم تدخر البطلة والدكتورة أسماء جهدا في شكر كل من ساعدها في بداياتها، وكانت تؤكد على ذلك. اليوم تحمل على الأكتاف والقصة لم تنتهي بعد. معد هذا البورتري خالد أزدون ينضم إلي اللحظة في هذه الإطلالة الأسبوعية على الشأن الرياضي. مساء الخير خالد. مساء الخير رضا، مساء الخير بمشاهدينا الأوفياء. تابعنا نموذج ناجح خالد لتألق المرأة المغربية في المجال الرياضي. بالفعل رضا، المثير في أسماء ظاهر أنها تواصل كما قلت في نهاية البورتري، القصة لم تنتهي بعد، تود الفوز بميدالية طموحات كبيرة نعم أولمبية في شخص من تدربهن الآن في إحدى النوادي. طيب أظن أنك البداية ستكون بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث ثلاث فرق تخوض غمار المنافسات ضمن المجموعة الأولى. نعم. ماذا عن مباراة اليوم خالد؟ بفعل رضا، لعبنا اليوم مباراة الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وتدور في هذه الأثناء مباراة نهضة بركان أمام أوتو دويو الكونغولي، والنتيجة مرسومة لحد الآن هدفان للا شيء. هذه النتيجة تؤهل نهضة بركان مباشرة لدور الربع، بينما انتهت المواجهة بين الرجاء وحسنية أكادير متعادلة بصفر لمثله، نتيجة عقدت أمور الرجاء بينما قوت حظوظ فريق حسنية أكادير. إلى مواضيع رياضية أخرى، حيث شارك أزيد من 2400 متسابقة بالنسخة السابعة لسباق غزلات أرحمنا اليوم. السباق يأتي ضمن الاحتفالات بعيد المرأة. حسن الحريري وعمر جليدي.
عدد المشاركات في الدورة السابعة لسباق غزالات رحمناها فاق كل توقعات. جماعات إقليم رحمناها ممثلة ب 25 جماعة، وعدد المشاركات في هذا السباق النسوي وصل إلى 2400 مشاركة. لم يكن أحد يتوقع عدد كبير لسيدات إقليم رحمناها. تتراوح سن المشاركات من 12 سنة وما فوق. حتى ذوي الاحتياجات الخاصة شاركنا في التظاهرة، والتي تصادف هذه السنة تخريد اليوم العالمي للمرأة. الركض ثم الركض، وكان طموحهن هو إثبات الذات بأن الرياضة لها أهمية ودور كبير بالنسبة للمرأة في المجتمع. المشاركة المكثفة لم تكن مقتصرة على مدينة بنكرير، بل عمت كل المراكز والمدن المكونة لإقليم رحمنا. الدورة السابعة لسباق غزالات رحمنا عرف النجاح لكل الأصعدة. تظاهرة ناجحة بامتياز بفضل المشاركة المكثفة لمجموعة من المشاركات اللي بلغ العدد ديالهم حوالي 2400 مشاركة. وهذه السنة هذه كتميز أنه المشاركات جاءوا من جميع جماعات ديال إقليم رحمنا. اليوم أنا جد فخورة وجد فرحة بالمشاركة ديالي في هذا السباق للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الثالثة على التوالي كناخذ المرتبة الأولى. بزاف دوك علينا راه السباق هذا، وانا فرحانه بزاف في الاولى وشاركت في هذا السباق. هذه الخمسه في المرات كنربح، تكلاسيت الاولى الثانيه، هذه المره تكلاسيت الثانيه. تنبغي نهني جميع الانديه ديال بنكرير وتنتمنى لهم التوفيق، والحمد لله هذا السباق هو غادي سنه على سنه غادي في الطريق ديالو، وغنشوفوه ان شاء الله، وبغينا نشوفوه من السباقات الوطنيه والإمالة الدوليه ان شاء الله. مستقبلا سيبرمج سباق نسوي دولي في مدينه بنكرير، مدينة الرياضة بامتياز. وفي نهاية هذه التظاهرة الرياضية سلمت الجوائز والشواهد، وتم أيضا الاحتفاء وتكريم أطر ونساء إقليم رحمنا اللواتي يشتغلن بصمت وللصالح العام. ونبقى دائما مع جو السباقات على الطريق، ودائما مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة وتشجيعا للممارسة الرياضية بضواحي مدينة الدار البيضاء. احتضنت منطقة بوسكورة السباق النسوي في نسخته التاسعة. هذه المرة أمينة الهناوي ومحمد العروي. أزيد من 3000 عداء شاركنا في النسخة التاسعة لسباق بوسكورة النسوي احتفاء باليوم العالمي للمرأة، وأيضا تشجيعا على الممارسة الرياضية وسط المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بالعاصمة الاقتصادية. سباق شهد منافسة قوية بين مجموعة من الأسماء المتألقة على الصعيد الوطني، ليكون الفوز في الأخير من نصيب ليلى فيلا بتوقيت 23 دقيقة و15 ثانية. المركز الثاني كان من نصيب العداء الشابة لمياء الطالب، والمركز الثالث عاد للجميري كبيرة. السباق كان مزيان، كانت مشاركة مكثفة، وكان المدار مزيان، وكنشكر الناس على هذا السباق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كان مطاف زوين، وخا كانوا بعض الصعوبات على حسب باركور، مي داز بخير الحمد لله. حيت اليوم العالمي للمرأة كانوا بزاف نساء، كانت نسبة المشاركة كثيرة. يفوق العدد 3000 متسابقة من جميع الفئات العمرية، ابتداء من سن 14 سنة وأكبر مشاركة في عمر ديالها 87 سنة. تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة، وكذلك تكريم المرأة والاحتفاء بها. في فئة الهواة عاد المركز الأول لسعيدة نبيل، المركز الثاني لفوزية العلوي، والمركز الثالث كان من نصيب بن منياني فاطنة. السباق الذي ينظمه النادي الرياضي أطلس بوسكورة أضحى موعدا لعشاق الجري وسط الغابات والمناظر الطبيعية الخلابة. واحتضن اليوم شاطئ مهدية مهرجانا رياضيا احتفاء باليوم العالمي للمرأة، المهرجان من تنظيم اللجنة الوطنية للكونغ فو الفيتنامي، وعرف مشاركة ممارسات مصحوبات بأمهاتهن. روبرتاج خالد شخمي شخمان ومهدي شطبي. المهرجان الرياضي المنظم من طرف اللجنة الوطنية المغربية للفان لاينغ فودا، وجرى ضمن البرنامج السنوي للجنة، وعرف أنشطة رياضية متنوعة احتفاء باليوم العالمي للمرأة، وعرف إقبالا كبيرا من الممارسين المصحوبين بذويهم. وهذا النشاط هذا كان ديجا مبرمج عندنا في البرنامج السنوي ديالنا، والغرض منه هو الاحتفال بيان سور بالمراه بصفه عامه والمراه الرياضيه بصفه خاصه. احنا باش نديروا لافيت انترناسيونال، لا جورني انترناسيونال دو لا فام، نديروا كنتسناو باش نديروا بزاف الانشطه، وانا كنبغي هذا لو سبور فالانفودا. ميرسي فالانفودا على هاد لا سيليبراسيون اللي دايرين لينا، وكنتسناو من تكون اون جورني اون جورني اللي نحتفلوا بها بالمرأة.
الصبيحة الرياضية زوجت بين الرياضة والترفيه باستعراض تقنية الكونغ فو الفيتنامي، كما شارك الحاضرون في حركات الأيروبيك المصحوبة بالموسيقى بتحضير من أطر اللجنة الوطنية. فكرنا أننا نستدعيو الممارسين المعتادين ديالنا وبغينا نفتحوا على العائلات، وبهذا الشكل هذا استدعينا الأمهات ديالهم والأخوات ديالهم باش يشاركوا معنا هذا الحفل اللي غادي يكون غير مركز على رياضة البالانكودا بالخصوص بما أننا في شاطئ البحر المهدية. كما جرى انطلاقا من شاطئ المهدية سباق نسوي رمزي بمشاركة متسابقات من مختلف الأعمار ليختتم المهرجان بتوزيع الورود على المشاركات. والورقة الدولية تأخذنا للدوري الألماني البوندسليغا والسجال بين البايرن ودورتموند. الجولة 25 منحت نقاط لكل منهما ليستمر الصراع بين المتصدر البايرن والمطارد دورتموند. المباريات القادمة تحمل سجالا قويا بين البايرن ودورتموند. التقرير كان بقراءة الزميل أمين النوري. هذه نهاية الرياضة في مسائية اليوم، عودة إليك رضا. شكرا خالد، وقبل أن تغادرنا أدعوك ومشاهدينا الكرام إلى إطلالة فنية من طنجة حيث ختام فعالية المهرجان الوطني للفيلم في نسخته 20. الجائزة الكبرى للفيلم الطويل عنوانها هذه السنة الفيلم الوثائقي نبض الأبطال. أنيسة بومهدي وسعيد نجح. نبض الأبطال لمخرجة هند بنصاري يتوج بالجائزة الكبرى للفيلم الطويل. يحكي الفيلم مساعدة البطل العالمي عز الدين النويري لصديق طفولته للمشاركة في الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في ريو دي جانيرو رغم غياب التدريبات الاحترافية، فيما منحت جائزة أحسن إخراج لمحمد زين الدين عن فيلم أمباركا. نفس الفيلم حصد جائزتي أول دور نسائي لفاطمة عاطف وأول دور رجالي للمهدي عروبي، وكذا جائزة لجنة التحكيم. فزت اليوم بجوج جوائز، جائزة النقد وجائزة الأندية السينمائية، وكذلك المونسيون سبيسيال ديال الجوري ديال الفيستيفال. اللي بغي نقوله أنني كان هدي هذا الفوز ديالي أول حاجة العائلة ديالي، الأخ ديالي اللي هو المنتج الفيلم والأب ديالي والأم ديالي، وكذلك فريق العمل. في فئة الأفلام القصيرة عادت الجائزة الكبرى لفيلم أبناء الرمال للغالي إغريمش. تدور قصة الفيلم عن حياة امرأتين بمخيمة تيندوف تحاولين حماية أبنائهما من التهجير القسري والهروب بهما إلى أرض الوطن. أما جائزة لجنة التحكيم فقد فاز بها فيلم ياسمينة لعلي سميلي وكلير كاهين، وعادت جائزة السيناريو إلى فيلم مرشحون للانتحار لحمزة عاطفي. أما جائزة الجامعة الوطنية للأندية السينمائية وجائزة النقد السينمائي فكانت من نصيب الفيلمين أغنية البجعة ليزيد القادري فيما يخص الأفلام القصيرة، ونذيرة لكمال كمال بالنسبة للأفلام الطويلة. وشاركت هذه المشاركة الثانية فيلم قصير بعنوان أبناء الرمال. هو فيلم كيتكلم على تهجير الأطفال لكن من زاوية إنسانية، واللي خلاه أنه التزم بالحياد. طبعا الأفلام المشاركة حولها نقاش كبير على اعتبار أن هناك تمايزات على المستوى الإبداعي، لكن الملاحظة الكبيرة هو تراجع مستوى الأفلام الروائية القصيرة. جوائز الدورة 20 للمهرجان الوطني للفيلم تهمت أيضا الصوت والموسيقى التصويرية، كما شهد حفل اختتام فعالية هذه الدورة تكريم الموظف الرئيسي علال السهيبي لبصمته في إنجاح العديد من أفلام كبار المخرجين المغاربة. إلى التذكير بالعناوين. في عقاب اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، تأكيد أن الاقتراحات الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود إلى وضعية نظامية. نساء الدرك الملكي في اليوم العالمي للمرأة، مهام متعددة بكفاءة عالية وحضور في شتى الاختصاصات خدمة لمصلحة الوطن.
حاملة الطائرات المروحية الفرنسية مسقال ترسو في ميناء أكادير على إثر قيامها بمهمة في عرض المياه الأطلسية المقابلة لبعض بلدان غرب إفريقيا. والفيلم الوثائقي نبض الأبطال يفوز بالجائزة الكبرى للفيلم الطويل في ختام الدورة العشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة. بداية أسبوع موفقة في أمان الله.